حسابي أستاذة علوم حاسوب وخبيرة لدى مايكروسوفت لسنة 2020 و 2021، ماستر ترينر سنة 2021-2022، معكم في سلسلة الفيديوهات الخاصة بالترشح للقب معلم خبير مجدد خبير لدى مايكروسوفت لسنة 2021-2022. نذكركم إلى الأجاب قريبة برشا، إن شاء الله آخر أجاب هو 1 أوت إن شاء الله. نحاول المرحلة الثانية نتموها قبل 23 جويلية، وموفقين إن شاء الله. معاكم اليوم باش نحكي لكم على مايكروسوفت ليرن، شنو عليكم كيفاش تاخذوا تعملوا كونت، وكيفاش تاخذوا الرابط وتحطوه في النوميناسيون تاعكم. دونك نكتبوا لهنا learn.microsoft.com. فوالا، دونك نلقاو روحنا لهنا، نعملو اكسبلور ليرن. لهنا لازم نمشي نعمل ساين ان. فوالا، في ساين ان بالطبيعة مش ناخذ الكونت اللي انا عاملة بيه نوميناسيون، لازم نفس الكونت اللي نقدم بيه الترشح نتاعك. هذا الكونت نتاعي، دونك هنا نلقاو البروفايل. البروفيل نتاعي باش تلقى فيه لي كور لي جي انتامي في مايكروسوفت ليرن، دونك تشالنجز، سيرتيفيكيشن، كولكشن، اتشيفمنت، كل حاجة عملتها في البلاتفورم هنا. باش تلقاو هنا لي بادج اللي حصلت عليهم ولا اللي يمكن تحصل عليهم، لي تروفي، دونك هنا جي دو تروفي لي بادج هما اكتيفيتي، دونك هنا لي كور اللي كملتهم، لي كور مازالو اون كور ان شاء الله باش نكملهم قريب. فوالا، بالطبيعة لهنا المطلوب منك انك تاخذ بالطبيعة اليان هذايا اللي هو البروفايل، نمشي نعاود نكليك عليه بروفايل، نعمل هنا كوبي هكا، ونمشي في النومينيشن ديالنا، باش ندخل لهنا باش نزيد المعلومة اللي عندي. فوالا، نوريكم بالضبط وين موجودة لا كيستيون نتاع مايكروسوفت ليرن. فوالا، دونك جوست قبل فوالا لهنا، دونك اف سو شير، دونك هنا have you taken any coursework or earned any badges or trophies on Microsoft Learn? If so, share the URL to your public profile below. دونك هنا لازم تحط البيان تاع البروفايل نتاعك، هو جوست تعمل كوبي نفسه هو اللي اللي حطيته هنا. اوكي، من كذا كيفاش تبارتاجي البيان؟ يعني بالطبيعة كالعادة ديما البيان اللي باش نحطوهم في النومينيسيون نجربو نحطوهم في نافيغاسيون في اونبري معناتها بريفي، باش نشوفو إذا نرى الواحد البيان يتحل ولا لا، دونك هذايا باش نتأكدو إنه البيان تاعنا يتحل. باهي، نرجعو لنا. حاجة مهمة لنا إنك يكون عندك فولورز، وإنك تعمل فولو لحد آخر. وقايل انا كيفاش باش نلقى صحابي لهنا، دونك عندك هنا يو ان اي هذيا كليك عليها، بعدها تمشي لتاكس، هنا بالطبيعة باش تلقى ال تاكس اند يوزرز. دونك مثلا باش نكتب انا نلوج على اسمي مثلا هنا، فوالا يطلع لي سيستيماتيكمون الاسم نتاعي هكا. دونك كيف نكليكي كيما هكا شو مش يطلع لي، لأن مش يطلع لي ليست نتاع العباد اللي مشاركين زاد هما في مايكروسوفت. بالطبيعة مش يبدا باللغة باتريتيك وكيما هكاكا، ومن بعد تلقى معناتها دوتر دونك نوم موجودين. كيفاش نعمل فولو لحد من لي زونسينيون، واحد من لي زونسينيون اللي موجودين على مايكروسوفت ليرن؟ عمل هنا تو سامبلومون نعمل فولو، نلقاها لهنا في ليست نتاع لي زونسينيون اللي نتبعهم. هذا هو المطلوب. بالطبيعة المطلوب أن يكون عندك ديفولت فولورز كيما في تويتر كيما في لينكدين، دونك نحاولو حتى في مايكروسوفت ليرن يكون عندنا دي فولورز. ميرسي، على بروشين فيديو.